دكتور مجدي، قل لي تتوقع ايه من هذا الاجتماع؟ اجتماع كوب 27 يمكن يكون نقطة فاصلة في مسار المفاوضات حول هذا الموضوع. واعتقد انه حجم الزيارات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هدفها هو نجاح كوب 27. ونجاح كوب 27 كان متوقف على جملة وقفت كل التقدم اللي تم في مؤتمر جلاسكو. والجملة دي الحقيقة كانت في منتهى الغرابة، يعني جملة بتقول بنتكلم على تخلص تدريجي من الفحم والوقود الأحفوري، ولا بنتكلم على خفض تدريجي من الفحم والوقود الأحفوري؟ كلمة تخلص أو خفض؟ أو خفض. كلمة خفض تعني أن أنت مش هتتخلص، يعني مستمر في البترول والفحم والكرود أويل زي ما أنت عايز. فالناس تصورت، والحقيقة كان رئيس وزراء إنجلترا كان أكثر الناس حماسا وأعلن خلاص أن احنا اتفقنا والموضوع خلص، إلى أن جاء التوقيع على البيان الختامي في مؤتمر قمة جلاسكو، فتبدلت كلمة التخلص التدريجي بالخفض التدريجي. حرفين في الكلمة دول أفسدوا كل ما تم من مفاوضات، ورجعت ريما لعادتها القديمة، بمعنى أنه كأننا لم نتقدم قيد أملأ في إيه؟ في التزام الدول الصناعية الكبرى المسببة لغازات الاحتباس الحراري بالخفض في أي مدة. يعني لدرجة أن بعض الخبراء إحنا موافقين على جدولتها 50 سنة، موافقين على جدولتها 30 سنة، بس امضوا أن ده تخلص تدريجي وليس خفض تدريجي. دي الأزمة اللي للأسف تحولت إلى مصر، وستتصدر مصر لهذه المهمة الصعبة. ويمكن دي الخناقة اللي جاية، دي الخناقة اللي جاية، ويمكن ده يكون سر سفريات الرئيس السيسي ومقابلة الرؤساء والملوك للوصول للاتفاق ده.